مشاهدي القناة الوطنية مساء الخير عليكم، صحة رمضانكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصة وحدك في البلاد. هذا الحصة اللي رانا جبناها لكم من ماليزيا، وبالضبط اليوم وين رانا متواجدين؟ متواجدين في جزيرة اسمها بيرينتين آيلاند اللي متواجدة في الشمال الشرقي لماليزيا. اليوم معنا ضيف اللي راح هو يقوم بالمغامرة، وضيف تاع اليوم ممثل جزائري عثمان بن داود. مساء الخير عثمان. مساء الخير، واش راك لي ديال؟ صافا؟ لاباس الحمد لله. حبك هاد البلاصه شحال خلوي بيان، عجبك؟ عبالك دابيتو دي يكون عندي رونديفو، عبالك نستنى نبدا نتقلق، مي هنا والله الكاغ طولتي الكاغ طولتي راني منيح انا. خلاص ما شاء الله. تحب تقول لي بلي تقدر تعيش هنا؟ تقبل تعيش هنا؟ نكذب عليك غادي نشوفها غير في التلفزيون لي فيلم لي سي وكيفاش. مي اسكو مثلا تقدر تعيش هنا يا لو كان يوم واحد؟ وعلاش لا لا، ربي عطانا ايه الانسان. وعلاش لا لا، هذا واش راح نشوفوه مشاهدينا الكرام مع عثمان بن داود. راح نخلوك في الجزيرة هذه ايه وحدك، هذا هو الحصة تاعنا، وحدك في البلاد. راح نخلوك وحدك، تفهموا وحدي وحدك صح، ما يكون معك حتى واحد. ايه المطلوب منك انك ما نقولكش تبني دار، انا بيتها صغيرة باش تستقبلنا فيها. دونك باش تبنيها تبنيها بالحطب، ايه بس ما عندك والو. الحطب كيما راك تشوف شجر بزاف، دونك ما شاء الله طبيعة بيوسف. اه داكوغ. ايه وشنو ثاني حاجة واحدة أخرى؟ راح تعرضنا العشاء. اوه دونك راح طيب لنا. اسنى اسنى تفهموا بالحطب هذا اللي نصيبوه لك كيفاش؟ ماشي بالحطب، ندبر راسي. دبر راسك. هذه المنطقة هذه وهذه الجزيرة معروفة بالكوكونيو. نوات كوكو. اه صح، نوات كوكو. كوكونت. او غالي في البلاد. او غالي في البلاد. وهنا عبالك كيفاش تلقاه؟ تلقاه في الشجر، تلقاه في دبر راسك من تلقاه في الغابة، تدخل للغابة صح تجيبو وطيب هنا العشية. خلاص نديرو هكذا مغامرة مليحة والله غنسي كيفاش. دونك نبداو دوكا، احسب هالجزيرة هذه كامل تاعك. ايه ودبر راسك فيها. تاعي هذه؟ تاعك هذه. دوكا نحوس تاعي. جزيرة بن داود. هيا خلاص ربي عادي. وحدك في البلاد وربي معاك. Ça, c'est pour la bac. الحمد لله. انا كي قالوا لي نروح نقطع، انا نعبي لي ساهله باسكو نشوفها غير في لي فيلم، بصح صدقوني كي جبت هذه البسيطه هادو وبدات نقطعها واش لازم لي برا حاجه ماشي سهله، ومع السخانه والعطش واسكت برك والله غير حاجه واعره بالبزاف. واش نسيت الحطب؟ لا نوض كوكو نسيتو تما. يا ربي مع التعب هذاك واش قلت لي نعاود نولي نطلع حتى الفوق باش عبالك تمك فشلت دبت موريكا. الوغ الوغ نوات كوكو نورمالمون هادي الشجرة تاع نوات كوكو، بصح كيفاش كيفاش نروح ليها؟ اوه يا الشادي يعطيك الصحة. وقيلا الشادي عطاها لي. اوه الحمد لله. كي شفت هذوك اللي الواد كوكو في الارض هذاك شنو فرحت مت بالسعاده، خير ما يعطوا لي اف 3 والله تاع الصح. الوغ الظلمه طاحت وصافا غاسكو يخدم الدار ولا مازال، نروحو نضربو طلع عليه على عثمان نشوف واش دار فيها، بس مانيش نشوف نار شاعله، نروح بالك نعاونو بالك يسحقني. صح عثمان فيك؟ شوفك مقلق. خير خير ان شاء الله؟ راني مليح. واش بك؟ مازال ما شعلتش النار والظلمه طاحت. لا قلت لي ندير يا اخي العشاء. اه العشاء باش نديرو؟ ها اوروبا فرما يا اخي، كيفاش حبيت ندير حاجه مليحه؟ شعل النار. ما كاش النار، ما كاش وراء النار. ها والله العظيم عييت عطشت زمرت عييت عطشت حول البحر. والله العظيم
كوكو قلت لك تحطها على النار. ها نواة كوكو ها راني جبتو ها ها دبرتو ها زوج برا النار ما شعلتهاش. هادي عيان هادي حتى هادي عيان هادي بابون ها وابقى هادي ها وتعالتي هادي فوالا بصح انا باش نطيب كيفاش النار باش ندير النار باش ندير النار ما عنديش ها العفسه تاع الحجره هادي ما نعرفش وين راح عصر حجره هنايا راني راح نعاونك نعاونك نعطيك بريكي عطيني بريكي تشوفي راني نجيب لك بريكي معايا وشنو هذا هذا هو البريكي عثمان يا اخي راك وحدك في البلاد دبر راسك كيفاش تشعلهم نجي من بعد نحب ناكل بصح كيفاش يشعلوا وريني كيفاش يشعلوا كيفاش دبر راسي دبر راسي ربي معك يعني هكذا نعرف انا كيفاش يقسموها باسكو شفت بزاف في الشريط صافا راك افونسيت ليديا قطعت نواد كوكو شعلت النار سي بيان بيان سور نواد كوكو هادي شغل قدره فهمتي عافاك تحليها فيها فيها الماء مليت كوكو فوالا الماء هذاك هذاك اللي راح نغليه وندير كاش بطاطا بصح نحوس على البطاطا شاي غاليه وين راح تلقى البطاطا على بالي معليش انا حنعاونك عثمان جبت لك الروز سي با فري والله الروز هذا ما تديش باطل الروز هذا باش تديه لازم نعطيك اون كيستيون سؤال اللي لازم تجاوبني صحيح نعطيك كلمه بالعربيه وتقولها لي بالماليزيه نعطيك زوج اقتراحات تقول لي واش من اقتراح واش من كلمه اللي راك حابني نقولها لك بالعربيه والله كرهتك ليديا على طمعيني في 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 في, في, في الروز ودوكا تقولي لي ما كاش كرهتك كيفاش يقولوها بالماليزيه من هذا بالي انا نعرف مازال ما تعلمتش اللغه تاعهم كيفاش جبتي لي حنا راه ديجا باش نتعلم نطيب نتعلم كيفاش نشعل النار كيفاش حنا تعلمنا كلمات من عندهم دونك كرهتك واش يقولوا لها اسكو يقولوا لها بنتي كامو ولا بنتي كما ما تلزم نخير وي لو كان تصيبها تعطيني اسمه لو كان تصيبها لو كان ما تصيبهاش عندك ديجا كرهتك ايش نقولها يا ربي شوفي ديجا عندك راني عيان وتي كي كرهتك على بالك لازم لي ان كاشي فكيفاش ان ميديكامو يقول لك حاجه واسمها بنتي كامو بنتي كما بنتي كامو وي طيب بيتي كامو كامو يا والله العظيم بيا على وزن ميديكامو على وزن ميديكامو والله غير جبتها صحيحه قولي والله الروز الروز قولي والله هاك الروز يا سيدي صح طال بك ميديكامو خلاص ما كرهتي في سيدي صحيح والله يعطيك الصحة بضوء القمر لا 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 واش خدمت هذا ليك هذايا تسبق في فسمو ايه شو ما شاء الله شوف الصحه ما نعطيك الديسير سيداتي كما قلت لكم كيطيب الروز نتوما كاين عندكم طباسه بصح عندنا حنايا ورق خير ورق الله الله 100% ما يتكسر ما كريستال ما والو ناكلو بيدينا ناكلو بيدينا وحنا ما عندناش المغارف حنا ناكلو بيدينا نديرو كلهم انا حرت روحي كيف درتو انا ما عارف والله فريمون ايبا يعطيك الصحه عثمان المشاهدين نخليك انا هنا ابا وي نخليك هنا ترقد هنا قلنا اون جورني ما قلناش ابري ميدي بلا صباح اون جورني دونك تخلي لي يعني كل غدوه يعني والله نديكم فكيف طاجين والله نعاودو الروز على داك خلاص عرفت العفسه
خلاص قدوين واش تحب نجيب لك القدره هادي خليها خلاص قدوين نزيد نجيب لك البطاطا وكذا ودير لنا جواز بالك ميرسي بوكو عثمان نلقاوك غدوه ان شاء الله نعطيوك موعد غدوه والمشاهدين الكرام نعطيكم موعد واحد اخر دائما في حصه وحدك في البلاد وعلى خير سلام يخلوك وحدك وانت تدبر راسك واش مو حاجه من فهم التحدي هذا وحنا انسان حنا كانسان نحبوا هذاك التحدي جابوا لي هذيك القباشه زدتو درت لهم النار درت لهم مسمود درت لهم موته بون جابوا لي روز عاوني باسكو جاوت على سؤال مي كلينا ودرنا وصبنا واحد نواط كوكو كيفاش نشوفوا غير جبناه صبناه جبناه قطعته درنا فيه الوسمو ما شاء الله باش نقولك باللي والله الانسان لازم ياخذ مغامرات واش نقولكم وحدك في البلاد هايله